الاحتفال بمناسبة وجود طلابنا الوافدين إلينا. هم وافدين إلينا وهم في قلب جامعة القاهرة وفي قلب المسؤولين عن جامعة القاهرة، لأن نجاح جامعة القاهرة في أداء رسالتها لا يمكن أن يكتمل إلا باحتضان هذا التنوع الإنساني الذي يمثله الوافدون إليها. ولذلك هذا التنوع في الثقافة، هذا التنوع في الفهم، هذا التنوع في المرجعية، هذا التنوع بيؤكد قدرة الله عز وجل في الخلق الذي قدر أن يخلق الناس مختلفين في ألوانهم وفي أشكالهم وفي ثقافتهم وفي روافد ثقافتهم وفي دينهم وفي تدينهم. هذا الاختلاف هو عمود الخلق في الدنيا، فيجب أن يحرص عليه الناس في حياتهم. ولذلك نحن نقدر ونعتز بأبنائنا الوافدين في جامعة القاهرة. فذلك مسألة بسيطة، وإنما كيف يتعلم الطلاب الذين يفدون إلينا والذين يأتون إلينا من مناحي مصر كلها، من محافظات مصر كلها، كيف يتعلموا الحياة. ولذلك النهاردة مشاكل الدولة المصرية ومشاكل الدول التي أتى منها الوافدون لا تحل إلا بالتعليم الجيد، إلا بالتعليم المتكامل. النهاردة كلية الاقتصاد بتقدم تعليم جيد ومتكامل، يندر أن تجدي عاطلا من أو تجد عاطلا من خريج كلية الاقتصاد أو الكليات التي تقدم تعليما جيدا زي الهندسة، زي كثير من الكليات، الحاسبات والمعلومات، كثير من الكليات في جامعة القاهرة. أنا بضرب نماذج، ولكن لا أضرب نماذج حصرية، ولكن نماذج بتأتي على الذهن. ولذلك النهاردة الدول عايزة تحل مشكلتها في البطالة، تحل مشكلتها في التطرف، تحل مشكلتها في الانغلاق، لازم تعلم كويس. مش تعلم كويس تحفظه وتخرجه وبعد كده يمتحن وينسى، لا، تعلم ازاي، تعلم ثقافة، حياة، تعليم جيد شامل لكل هذه المسألة. هو ده التحدي اللي امام مصر. النهاردة الحاصلون على الماجستير والدكتوراه اللي بيتظاهروا على رصيف مجلس الوزراء طلبا لوظيفة قد لا تأتي، واذا اتت يعني مش ممكن ان هي توفي له متطلبات حياة في ادنى احتياجاتها ولا حتى 50% منها. ده في الحقيقة المشكلة الحقيقية فيه ان هو ما تعلمش كويس. لو اتعلم كويس كان المؤهل ده هو اللي سوقه، وكان بنينا فيه ازاي نبني فيه الثقة ان هو يتخرج يلتحق بالوظيفة دي فيكتسب خبرات فيلاقي وظيفة احسن فينتقل اليها بعائد احسن. اذا النهاردة نحن نقول ان التعليم الجيد هو المدخل الاساسي للاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي والمجتمعي.